تكامل دي اكس على واحد هتديه سالب اكس. تعالى اول حاجه هنفكر هنا ونفكر هنا. اول حاجه ده عباره عن ايه؟ بسط المقام. مشتقة المقام بكام؟ مشتقة الواحد بصفر، مشتقة الاي اس اكس موجودة في البسط؟ لا مش موجود. يبقى البسط مش مشتقة المقام. يبقى انا كده عايز تعويض. واحد هنا هيتعوض يا دكتور، طب ما تضرب في يوز سالب اكس. طب طب انا كده؟ اضرب في يوز سالب اكس. ليه عشان اعمل ايه؟ عشان اضيع الاي اس اكس. لا انا ممكن اضرب في متغير بسطا ومقاما بس مش هيطلع بره التكامل. انا طلعت حاجه بره التكامل؟ لا. انا بقى اضرب. عشان اضيع الاي بس اكس. اه. انا عندي اي بس سالب اكس. اي اكس اي اس صفر كام؟ واحد. انا بحاول. احلاله اشوف ممكن محاوله تنجح وممكن محاوله تفشل. انا جاي عندي تعويض. مين عامل لي المشكله؟ ان الطاق كله المقام كله على بعضه عامل لي مشكله، فانا هاخد التعويض بس سيبني الاخر. تعال نضرب. هنضرب في مين؟ اي اس سالب اكس. اي اس سالب اكس واحد زائد اي اس اكس. اكس هيساوي ده كام؟ اي اس سالب اكس دي اكس. اي سالب اكس زائد واحد. تعال اشتق المقام مشتق دي وسالب اكس. عايز اشتق اي وسالب اكس بكمية سالب موجود في البسط. اه بس السالب ده هيزعلنا من بعض. صح كده؟ تاني مشتق ده مشتق اي داله اي عباره عن كام؟ اشتق البسط وتديها زي ما هي. يبقى مشتقة اي اس سالب اكس بكام؟ بسالب اي اس سالب اكس. سيبك من احنا اتفقنا السوالب سيبك على جنب. المتغير بتاعي ده موجود عندي في البسط؟ خلاص يبقى مشكلتك يبقى البسط اصبح مشتقة يبقى الفرق دي مين؟ ليه؟ المقام الثاني ليه؟ المقام اي اس سالب اكس زائد واحد زائد سالب اكس. تاني يا اصغر نعم خطوة بص يا اصغر ده البسط مش مشتق المقام ففكرت انا لو ضربت في اي سالب اكس بسط في اي سالب اكس بسط المقام لما ضربت ضرب بس انا ضربت في مين؟ اي سالب اكس اصبح عندي فضل انا ده عشان البسط يبقى مشتق المقام ينقص مين يا اصغر؟ مش دي ينقصت في البسط؟ صح كده؟ لو ضربت فيها بص من المقام انت هتبوظ المنطقه في المقام. انا بفكر لو ضربت فيها في المقام دي يبقى كام؟ اي اس اكس اي اس اكس زائد اي اس كام؟ اكس. اشتق ده بدل ده واشتق ده بدل ده محتاج كام ده في البسط؟ اثنين. فالدنيا بسط. ففكرت تاني اضغط طب ما تسيبك من دي اضغط في مين؟ اس اكس ليه؟ عشان اضيع دي بقى عندك واحده بس. واحدة في المقام وعندي واحدة فين؟ في البسط يبقى اهو ضربت في ده بي اي اس سالب اكس واحد زائد اي اس سالب اكس. اصبح عندي البسط مشتق المقام ينقصه مين؟ السالب. فبتكون هي المقام. تمام كده؟ تمام؟ انا فكرت واعتمدت انا كمحمد اعتمدت على خبرتي في التكامل، انت تعتمد على محاولاتك. وحل لك مسائل كتير. تعالى انا ما اعرفش الطريقه دي. اقعد اعيط يا محمد؟ لا خلصت ليه الامس ده؟ اه مريم 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 تعالى بقى ما جاش في بالي كده احط ده على خد واقعد اعيط؟ لا احنا متفقين. صح كده؟ لا هو شكله صح. يبقى واحد زائد اي اس اكس بيساوي يو. احنا متفقين. متفقين. افرض افاضل يبقى اي اس اكس دي اكس
الزاوي دي يو. ما تنساش بس اليو هي الاي والسيريس هنا مساوي كام؟ يبقى الدي اكس بقى هتساوي كام؟ دي يو على اي والسي اكس. المفروض الطلب ده بتاع مين؟ بتاع الاكس. والطلب ده بتاع مين؟ بتاع اليو. بص احنا طلبنا مين هنا؟ هنا اكسات وهنا يوهات، يبقى المفروض الاكسات مع كل واحده ايه؟ لوحده. يبقى الدي يو هتساوي مين؟ شيل يو 6 وحط مكانها؟ فاضل تفاضل واحد بصفر، تفاضل دي اس اكس دي اس اكس دي اكس، تفاضل يو دي يو. لحد كده مش فاهم انت عايز يا دكتور؟ عايز دلوقتي انا عملت كده ليه؟ اقول لك عملت كده ليه؟ انا عايز لما اشيل المساله كلها واحطها باليو ما اشوفش مين؟ الاكس. عشان كده اي اكس قعدت ايه؟ شلتها. تعال نشوف المساله بتاعتي، الدي اكس بكام؟ دي يو على اليو اس واحد على واحد زائد اكس بكام؟ يو. مقام الوسط مقام، يبقى دي يو على يو في يو ناقص واحد بتساوي دي يو على يو تربيع ناقص يو. شفناها في الجدول؟ لا، بس ممكن نوصلها بصيغه مجرده في الجدول. مقام المقام بسط ومقام البسط مقام. اهي كانت موجوده بدل ضربتها. بص يا دكتور ايه اللي كان فيه تربيع تحت؟ واحد زائد اكس تربيع، اكس تربيع ناقص واحد، صح كده؟ طب ده في مين؟ ايه اللي كان فيه تربيع في القانون؟ كان تربيع ناقص واحد، واحد زائد اكس تربيع، صح كده؟ طب يا دكتور ده كان قال لك يا عم انت عايز قوس مربع وعدد. ايه اللي يديك قوس مربع وعدد؟ حاجه اسمها اكمام مربع. حاجه اسمها مين؟ اكمال مربع. بتعمل اكمال مربع ازاي؟ قال لك سيبك من المثال بتاعنا، تعال نتعلم نعمل اكمال مربع ازاي. لو انا عندي اكس تربيع ناقص اكس مثلا زائد واحد وعايز اعمل له اكمال مربع، ببساطه خالص بعمل ايه؟ قوس كبير ناقص قوس صغير كو تربيع، والثابت ينزل زي ما هو. تاني قوس كبير كو تربيع، قوس صغير الثابت ينزل ايه؟ زي ما هو. شرط اكمال مربع معامل اكس تربيع يكون موجب واحد. طب لو مش موجب واحد اعمل ايه؟ اقسم عليه. يبقى الشرط اللي عندي دلوقتي يكون ايه؟ موجب واحد. موجب واحد قال لك جايز اكس تربيع بكام؟ باكس. شرطك ايه؟ ينزل زي ما هي. معامل اكس بكام؟ واحد تاخد نص. تاني الكورس عباره عن كده ناقص او موجب حسب الاشاره. تمام كده؟ هنا جاز الاكس تربيع زي ما تكون او جاز المقدار الاولاني، صح كده؟ بعد كده حسب اشارتك نص معامل اكس نص معامل التربيع لحد النص. المفروض بعد ما فوق كده اديني ده، لو عايز اتاكد فوق معايا كده اكس تربيع 2 في الاول ناقص اكس زائد ربع ناقص ربع زائد تمام كده؟ يبقى المفروض بعد ما افك المقدار يعني تقول كمان مربع يديني مين؟ الضعف بتاعي. انا عملت موجب او سالب حسب الاشاره. دي ثابته؟ ثابته ثابت. عشان الحد المطلق اللي تطلع من هنا اشيله تاني. كده اقول لك اللي ضفته شيله. ها؟ اقول لك عملت ده كل ليه؟ ركزي معايا في المساله هنا. ركزي انها ده اس. شايف ده عباره عن مين؟ اكس ناقص نص الكو تربيع. ده بكام؟ بربع. زائد واحد قطعة أربعة. أصبح عندي مين؟ مقدار مربع زائد مقدار مربع.
تعالى نركز في نرجع لجدول التكامل. مش انت كان عندك تكامل دي اكس 1 زائد اكس تربيع بتساوي تايم ماينس 1 اكس زائد ثابت؟ ما بقراهاش كده. تعالى اقراها صح. دي اكس مقدار مربع زائد اكس زائد مقدار مربع. او زائد متغير مربع. بقراها ازاي؟ يا دكتور بس ده مش مربع. مربع. جاز اتنين مش ده جازه؟ مش لازم مربع يبقى 25 يبقى 16 يبقى 9 حاجة أي عدد. طب لو سالب يا دكتور ما في لو في سالب لو سالب فيها حالة تنش ماينس 1 فاهم قصدي؟ فحسب كل حاجة الجدول يعملها لي بس اقرا هو عايزه ايه؟ دي اكس مقدار مربع زائد ايه؟ المتغير المعدل مربع. كان في قانون نفس القانون ده قلنا هو ايه؟ واحد على ايه؟ اكس على ايه؟ تمام كده؟ تمام يا محمد؟ تمام يا محمود؟ الحمد لله رب العالمين. نرجع للتكامل بتاعنا. احنا داخلين في ده كله ايه؟ عشان انا ما بحللش كتير. عشان انا ايه؟ ما حللتش كتير. انا لو حللت اهو ما شفتش المساله، لو شفتها عرفت الفكره، حللتها قبل كده، حللتها قد ايه؟ مش عارف ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعال ناخد المقدار بتاعنا اللي كان عباره عن مين؟ يو تربيع ناقص يو. تعال قوس كبير ناقص قوس صغير يو تربيع. في حد مطلق؟ لا. تعال شوف قوس كبير يبقى يو ناقص معامل بكام؟ نص. نص. يبقى يو ناقص نص يكون تربيع. عايزين تكتبها زي ما هي دي يعني. وانت كنت كتبتها تاني يا دكتور اسامه كنت عايز افكها. كنت افكها دي مش فارقه معايا. طب انا كنت عايز اسال هو عندنا زائد واحد هنا ممكن ازاي؟ ده المقدار اللي عندي. مفيش حاجه. انا بعمل اكمال المربع اللي عندي. هضيف له حد؟ تمام كده؟ انت هتقول لي ده ليه؟ اصل انا كنت بفكر والله اكتبها انا مظلومه. قلت طب انا هاخد لها جذر تاني. طب اخد جذر مرتين وده واخد مسلمه. صح كده؟ نرجع لسنتنا تاني. يبقى اصبح التكامل بتاعنا عباره عن كام؟ دي يو على يو ناقص نص ودي تربيع ناقص نص. دي بيفكرك بمين؟ قال لي ده بيفكرني بتكامل دي اكس على اكس تربيع ناقص واحد. انت بتعملوا على مين؟ كان داش ماينس 1 اكس. ده هيديني داش ماينس 1 خد الجزر يو ناقص نص. هنا لو في ايه؟ كنت هتقسم على مين؟ عليه هنا في مين؟ نص يبقى على نص واحد على نص. تاني فاكرين لما كنت قلت نقرا المقدار قلت مين؟ قلت مين؟ دي اكس متغير تربيع ناقص عدد تربيع تبقى دي مين؟ تانش ماينس 1 جذر المتغير. جذر مين؟ المتغير. جذر هنا مين؟ يو ناقص نص. طب لو دي ايه يا دكتور؟ يبقى ايه؟ على ايه؟ واحد على ايه؟ هنا هل دي واحد ولا عدد غير واحد؟ غير واحد، يبقى مين؟ اقسم على جذره. جذره كام؟ نص. هنا جذره. السؤال المقابلة ده اهي، لو انا عندي كام؟ دي باي اكس، دي اكس تربيع ناقص ايه تربيع. دي هتساوي كام؟ طب ما تخليها دكتور كده، هتحصل فيها حاجة؟ اديك مين؟ تانش. ماينس 1 يعني اكس ناقص بي. هل ده واحد؟ لا، يبقى على ايه؟ واحد على ايه؟ زائد مين؟ ها؟ طيب انا حليت جواب اسئلة عشان ببساطة خالص دلوقتي. انا ما عرفتش الحل، اقعد اسيب المسألة واعيط؟ خطوة الأخيرة تاني. شايف القانون ده؟ هطبقه فوق. لو عندي دي اكس على اكس ناقص بي كل تربيع ناقص سي تربيع.
يساوي دالش ماينس 1 جذر ده كام؟ اكس ناقص بي. هل ده واحد سباق؟ لا اخد جذر. اسف عليك اسف عليك. تعالى هنا يبقى ده مين؟ جذر ده ينقص نص. ده واحد؟ لا اسف عليك ونص. واحد على نص. تمام؟ لا افسد بس بقى ايه مش عارف مخرج هو في مرات تاني التكامل التكامل والتشديد وصول الجزئيه مش انت هتختار التالت ده بعد تبع تبع التالت بس بس انا كل وقت حاجه اسمها التكامل المحدد يا جدع المساحه بس دلوقتي حاجه انا عارفه فكاش في الامتحان عارف ده نوع ايه اقول لك لحد دلوقتي احنا خدنا ايه؟ خدنا قيود اساسيه يعني البسط مشتق للمقام البسط مشتق لمداخل الجذر مشتق لمداخل القوس مضروب في القوس ضربت دول مش موجودين لحد الوقت احنا خدنا كم طريقه من طول تكامل تعويض دي بناخد تعويضات لتكاملات ولما اشوف التكامل ده يبقى تعويض التعويض ده تمام كده ده اللي بعده فيه المحاضره اللي فاتت المحاضره النهارده والمحاضره الجايه كمان وممكن اللي بعدها كمان تعويض لسبب عشان التعويض مش صيغه ثابته انا ما بشيلش محمد واحط محمود طول ما يقابلني محمد احط محمود لا انا كل حسب شكل التكامل يبقى شكل مين؟ التعويض تمام كده؟ والتيك ممكن يكون تكامل سهل وانت صعبها على نفسك زي التكامل اللي احنا كنا كاتبين احنا كم خطوه؟ اثنين ضربت بي اس اكس بسطا للمقامات وخدت للمقام بعد ما اضرب سايب بدر جوه خلصت التكامل ما جتش في بالي مش هقعد اعدل من المساله هعمل ايه؟ هعوض امتى استخدم اكمال مربع؟ اكمال مربع بص عندي كده مقدار نو مقدار من الدرجه مقدار من الدرجه الثانيه ليه؟ عايز احول الصوره من عندي تان ماينس 1 تانش ماينس 1 وشايم تان ماينس 1 وبوتان ماينس 1 وتانش ماينس 1 تانش ماينس 1 ليه؟ يبقى عباره عن مين؟ حاجه مربعه موجب او سالب عدد. او العكس موجب هنا سالب هنا مش هتفرق ايه؟ السالب فين؟ بس كده فده اللي هعمله اكمال مربع. فلحد دلوقتي يا ساره انا عندي ايه؟ عندي طرق قواعد اساسيه وطريقه واحده. فمين اللي بيحكمني بقى في الطريقه؟ شكل مين؟ تكامل، مش احنا خدنا في الاول، لو عندي مين؟ جذر بس وتحته مقدار من الدرجه الاولى، وبعد كده لو كان جذر وتحته مقدار من الدرجه الرابعه او السادسه، كان كده؟ كل حاجه كده، وعندي لو عندي كوسين اس 5 كل حاجه او سين اس 5 فكل حاجه ليها ايه؟ الطريقه بتاعتها، تعالى نشوف الطريقه الجديده، او شكل جديد، او وقف كده، بص بقى دلوقتي بقى اهو شوفها شيل بقى شفت حاجه زي دي قبل كده اما كده اشوفها تاني بقت عندي مين الفكره هعمل ايه هضرب في السي اكس بطل مين المقام تبقى عباره عن اي السي اكس دي اكس واحد اي والسي اكس زي مين زي واحد بسط مشتق المقام دي مين لين اي والسي اكس زي مين زي واحد خلصنا بدقيقة واحدة ليه؟ عشان حاجة شفتها ايه؟ قبل كده. عايز تكمل بالتعويض برضك ما عندكش مشكلة. طب في طرق معينة انا عايز اسأل سؤال ازاي الحاجات دي ما بتفكيش؟ ايه؟ لو فكيت وفكيت التانش ماينس 1 هيبقى طب في مسألة معينة مش هينفع معاها غير تكمل بالتعويض بس؟ ازاي؟ لا دي عارف لا في مثلا زي يعني لا دي ينفع مع حاجه ثانيه تعال بص على حاجه بس دي الاول وبعد كده زي مين مثلا زي اللي احنا كتبناها قبل كده لكن عباره عن ايه؟ اكس جذر واحد ناقص اكس تمام تعال نشوف دي حاجه سهله قوي عشان ايه؟ ما تبقاش كل حاجه داخل ناخد دور على دي اكس على جذر اكس بمين؟ افتح قوس جذر اكس ناقص واحد في مسائل كتير
اعاده كتابه المساله بتحل المساله. بمعنى تعال فكر، انا لو كتبت مساله كده انت عملت حاجه، طب مش فقط المقام بتاعك واحد على اثنين بس كده، مش ده مشترك المقام؟ اه مفيش مشكلة، سيبك من العدد، ده موجود في مصر؟ اه محتاجين مين؟ الاثنين بس الاثنين محتاجة في البصر، وصل ولا مقام انا؟ اه بص هنا النص الاثنين، فالبسط مش فقط؟ اه عايز تكتبوا لين؟ عايزين تكتبوا لوج؟ ده مين؟ ده سبب. يبقى انا في حاجات تتحل يا محمد بعد ايه؟ كتاباتي. ليه فكرت في كده يا دكتور ما فكرتش؟ فكرتش في الرهن ده بكام؟ هو بكام؟ اديك سلسلة نص، مش هفكر بكام؟ اديك سلسلة نص، طب ده طالع ايه؟ البسط دي كام؟ تكسر كام؟ دي اكسس كام؟ نص، تطلع البسط السالب نص، والمشتق دي اكسس كام؟ سالب نص، يبقى انت محتاج مين؟ محتاج اثنين، دي خلاص دي سهل، ده عدد، انا محتاج عدد، احنا قلنا محتاج عدد، محتاج اشاره، دي سهل. سهل سهل اهو، عشان ما تبقاش تقول ايه؟ سهل. دي مسألة اللي هتطبع بقى القاعدة. يعني انت لسه حللتها دي؟ لا لسه.
انت لا مش انا مش حين انا بقول انا لوك دي دي ايه دي قد ايه على تعرف صايم وكوزاي واحد الاستفاد دي قلت له مع استاذ مش فارق معايا الفرد الفرد هيبقى شكله كده شو انت بتتكلم في التغمر والتعويض انا اشوف هيبقى التعويض شكله كذا تعال يبقى هنا الكوزاي هنسوي مين يو يبقى سالب صايم اكس دي اكس مين دي يو الاي هتساوي ممكن نفترض العكس ممكن تساوي سالب مش هينفع انا مش شايف مش فاكر وصلت لحد تمام كده تعال هذا ساين 5 اكس بكتبها تاني كوزاين تربيع اكس تمام كده شيل الدي اكس وحط مكانها مين طب احنا لسه مش بنشوف دي يو على سالب ساين هكتبها لك تاني يبقى هنا الدي اكس هتساوي دي يو على ساين الاي اهي خد الساين 5 اكس فدي الكوزاين بكام؟ يو يو تربيع الدي اكس بكام؟ دي يو على ساين ساين مع الخمسة يتبقى أربعة ساين مع الخمسة يتبقى كام؟ أربعة عرفته ليه؟ قلت ليه كان بتبقى فردي؟ ها؟ عرفت ليه بتبقى فردي؟ كده كده جه ساين فين؟ في المقار مع الفرد حولته لإيه؟ زاوية بقى خلاص عندي؟ صايم والصبع طب هي دوت لا خليها تربيع يبقى عندك هو مين؟ صايم تربيع لسه مكتوب معانا وادي السالب وادي السالب صايم تربيع عباره عن واحد واحد بكام؟ بواحد الكوزاين بكام؟ الكوزاين بكام؟ الكوزاين بكام؟ يبقى ناقص يو تربيع، ايه كل تربيع؟ يو تربيع. تاني. يبقى انا كان عندي الوقت نفسي فرد، فانا فضلت مين؟ بكوزاين، عشان يجي لي ايه؟ ساين في المقام. بحيث لهي تحولها لمين؟ زوجية. زوجية بقى ابدا ايه؟ اقسم الوس بتاعها على اثنين. ابدا اقسم مين؟ الوس بتاعها على اثنين. بحيث اخلي ساين تربيع وش اي حاجه عندي مش فارقه معايا ساين تربيع عباره عن كام؟ واحد ناقص كوزاين تربيع تبقى واحد ناقص مين؟ يو تربيع ابدا في كل كويس انا دلوقتي الخطوه اللي قبل الاخيره دي انا بلعب على ان الساين تربيع اكس دي اتحولها لكوزاين عشان اسوي عشان اجيب يو بس دي الفكره بتاعتي بعد كده اقول لك ايه تعالى كام السالب بره عندك اهي دي كام؟ واحد ناقص اثنين يو تربيع زائد يو اس 4 مضروبه في مين؟ يو تربيع دي سالب اهي يو تربيع ناقص 2 يو اس 4 زائد يو اس 6 دي يو سالب بره اهو افتح بص 3 على 3 5 على 5 7 على 7 زائد سي ده كم انا هتزود واحد لسه ماشي جديد ثلاثة تمام كده السالب اهوت عايز تضربه فيه تضربه عشان تضربه دي مين؟ كوزاين كوزاين اكس على 3 2 كوزاين 5 اكس على 5 زائد كوزاين 7 اكس على كام؟ على 7 زائد مين؟ زائد ممكن لما
مش مش اوكي عوضت انا بص تعالى هي بص ثانيه اعملها لك في خطوه واقول لك هنعمل ممكن تقلل هي كده خمسه اهي انت قلت هاخد اليوم بالصري مش محمد انا عايز قال لك انا ما خدتهاش ليه قلت انا ما ينفعش اخد قلت تعالى اشتق الدي يو هتساوي كوساين اكس دي اكس الدي اكس هتساوي دي يو على كوساين مش في ثاني لا انا مش هاخد الساين كوساين تعال نعوض في مسألة هيساوي ساين اس 5 زي ما هي او الساين بي اكس يبقى دي كام؟ يو اس 5 كوزاين تربيع اكس على ديو على كوزاين اكس ادي يو اس 5 واحدة واحدة مع واحدة ده كوزاين اكس ديو انا عايز بص انا عايز اجيب ساين انت اللي عندك تعويضك اهو عايز اجيب ساين هتطلع من ايه؟ عشان كوزاين تبقى الجذر التربيعي لواحد من الساين انما هي زوجي انما لو ايه؟ لو هي زوجي هتحل المشكله. ليه؟ لو هي هتحل المشكله ايه؟ تبقى زي بقى عوضت كلها في كوزاين. طب انا ممكن اسال سؤال ثاني. انا ممكن احلها بطريقه ثانيه. احلها بطريقه ثانيه. انا لو جبت احلها بطريقه ثانيه وشوف بص بص لو كان هنا طلعت تانية وشوف هنا هنا طب ممكن اقول حاجه طيب يعني سامعك الكوزاين تربيع اكس دي ممكن مش نعوض عليها بواحد ناقص ساين تربيع اكس تمام ونضرب ونوزع الساين 5 اكس دي في القوس اللي هو واحد ناقص ساين تربيع اكس تمام كم الساين 5 اكس بالنسبه لاكس بقى بقى